معلومة للي حاب يعرف وين أقوى سيرفس بالمكان اللي هو فيه. إذا أنت بالبيت وما وكل السيرفس ضعيف، تبي تعرف وين أحسن مكان سيرفس بالبيت، الحين راح نقول لك شلون. طبعا هالمعلومة هذه تفيد وايد ناس، حق اللي ما يعرف وين يحط الراوتر بالبيت، إذا كان بالدور الأول ولا بالدور الثاني، يم المخرج يم الدريشة. هالمعلومة هذه توريكم وين تحطون الراوتر وأقوى سيرفس ممكن يصيده. طبعا الجهاز لازم يكون اول شيء بالانجليزي، ثاني شيء تروحون الفون كأنكم بتدقون تلفون، بعدين تدقون هالرقم هذا اللي هو نجمة 3 0 1 مربع 1 2 3 4 5 مربع نجمة. من تكتبون هالرقم تدقون سند، راح تطلع لكم هالصفحة هذه. الكل يلاحظ انه فوق السيرفس صار بالارقام، صار ماينس 75. طبعا هالرقم هذا اللي فوق كل ما نزل كل ما يكون احسن. احسن رقم راح توصلوا له اللي هو ماينس 50، واسوأ رقم توصلوا له اللي هو 120. يعني الرقم هذا كل ما نزل لماينس 50 كل ما السيرفس يكون افضل، وكل ما ارتفع لماينس 120 معناته السيرفس سيء، فمعناته ما تقدر تنزل فيديوهات او تشغل انترنت عدل. حط الكود اللي كتبناه قبل وتطلع لك هالصفحة هذه وتمشى بالبيت عشان تعرف بالضبط وين أفضل مكان حق السيرفس. بهالحركة هذا راح تعرف وين راح تحط الراوتر بالبيت أو تستخدم التلفون وانت مرتاح.